هذا الموضوع، وبالتأكيد مرة أخرى كل التحية لشعبنا وفي إخواننا في مصر، القيادة المصرية قناة الرئيس السيسي وحكومته على جهودهم المشكورة اتجاه المصالحة في فلسطين. وكما تعلم التنسيق ما بين فخامة الرئيس أبو مازن وفخامة الرئيس السيسي، الرئيس أبو مازن ضيفنا على طول مدار الساعة، يعني أنتم بتعرفوا الحكي أكثر مني. قبل ما أقفل الحوار ده عايز بس المواطن المصري يعرف أنتم في أي مرحلة في التفكير لإنشاء الدولة، هل بالتفاوض أم بالكفاح المسلح؟ يعني أنتم تتبعون أي مدرسة الآن؟ لأنه الشباب اللي في الجامعة والناس اللي يعني إحنا عندنا ناس يعني تحب القضية الفلسطينية وتتابعها، فالناس عايزة تفهم ما هي الوسيلة الآن لإنشاء، هل نحن ما زلنا في مرحلة الكفاح المسلح أم الآن نحن في مرحلة التفاوض؟ إحنا اتخذنا قرار استراتيجي تحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بالمقاومة الشعبية السلمية. مقاومة الشعبية السلمية. هذا المقاومة الشعبية، هذا القرار الاستراتيجي. احنا نؤمن انه في حل الدولتين. صحيح ان اسرائيل تقضي على هذا الحل، ولكن نأمل الاسرة الدولية الدول الكبرى تطبيق قرارات مجلس الامن اللي كان اخرها كما تعلم اخ عامر 2-3-3-4 بخصوص الاستيطان. ايوه فهمت. احنا الواقع كفلسطينيين يعني محبطين المؤسسات الدولية. كل يوم بيتم اقتطاع قطعة ارض جديدة. مش بس هيك، يعني المعايير مزدوجة. قرارات مجلس الامن تطبق في مكان ولا تطبق في فلسطين، لماذا؟ فانتم اعتمدتم المقاومة الشعبية السلمية. السلمية. ونحن نحرج كل العالم، نحن نريد ان نحقق اهدافنا بالمقاومة الشعبية السلمية، وانت بنفسك شاهد ما حصل في القدس. بالضبط. احنا في القدس كانت هنالك مقاومة شعبية سلمية، واصرينا ان تكون مقاومة شعبية سلمية عشان تتشال البوابات وبالنهاية اسرائيل تراجعت. أكيد. عن كل اجراءاتها. أكيد. هذه سياستنا وهذا الاستراتيجي اللي الاخ مازن بيطبقها، واحنا كحكومة بننفذها في الميدان. أكيد.